من منطقة دبي وتحديدا من شكسبير اند كو، من هالديكور المميز اللي نحن موجودين فيه، مع ضيف مميز جدا خريج استوديو الفن سنة 2002، ميدالية فضية نحن بنشوفها ذهبية طبعا، انشهر بأغاني وليد توفيق بوقتها، فادي حرب يميت. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء النور، كيفنا؟ ماشي الحال الحمد لله، كيفكم انتم؟ الحمد لله. شو رايك بهالمقدمه، مع انه انت بتقول انه استوديو الفن ما له فضل علي؟ لا بالعكس، يعني هو له فضل بمرحله من المراحل اكيد، والفضل الثاني هو كان لله يعني، وللعالم اللي ساعدتني واشتغلت انا وياها يعني. مين هن هالعالم اللي ساعدوك فادي؟ كثير عالم، في كثير ناس لهم فضل علي، ملحنين، أشخاص أصدقاء لإلي ساعدوني ببدايتي، خاصة من بعد ما أول ما فكرت إني نزل أغنية خاصة، لأنه هي بعتقد كل فنان الأساس عنده، أساس الفني هو يكون إنه بأغنية خاصة. فأنا من بعد استوديو الفن 2002 لل 2005 لحتى نزلت أغنيتي هما يومين. فكل اللي ساعدوني الله يرحمه كان الملحن رياض الهمشري، ساعدني كثير بالألبوم وساعدني كثير بانتقاء الأغاني، وأمير طعيمة صديقي العزيز الشاعر مصري، مخرجين توني أهوجي كمان ساعدني كتير الكليب ومن بعد الكليب، فأكيد هودي كلهم ما فيني أنساهم. فادي، أنا أحب أتعرف على فادي الصغير، وبما أنه جايب لنا صور هولي ما حدا شايفهم من الصحافة، سكوب لقلنا، أحب أحكي عن هديك المرحلة. أنت وصغير كنت شقي؟ إيه كتير. انا اللي بعرفه انه كنت تحب الجنس اللطيف من انت وصغير، يعني هيدا اهم نقطه. هي بعدها بعدها. اي طبعا بعدها، وهن بيحبوك قد ما انت بتحبوهم هلا. انا اكيد لا، هي انه اكثر من انه هيك، بس ايه كنت شقي يعني، حتى انه بعد في علامه هي ما حدا بيعرفها، هي العلامه هيدي لانه كنت شقي. لشو تفتح حالك هلا؟ ما حدا، لا ما بأثر. مع هيدا في ناس بيحبوها كثير، ما عندي مشكله. كرمال صلبه العين قال ما بيسوى نكون بيرفكت، أو ليك؟ إنه ما عليه يكون في شيء ديفوز. ما بحس حالي بيرفكت، ما في حدا بيرفكت، بس إنه لا، في ناس بيحبوها. لا إنه هيدي وقعة، هيدي طلعت على باب، عم شقت على باب وفزيت على أم جيراني على راسه. حلو حلو. بتعرفي قديش شقاوي. بس رقنا هلا. إيه؟ إيه هلا. هلا في شقاوي من غير نوع. هلا في شقاوي على المسرح بس. طيب جود، هيدا اللي بدنا إياه. فيش خلق بالمسرح. هيدا اللي بدنا إياه. أي ما تخي الآن فادي، في عنا صورة فادي كثير زغطور. إيه هيدي الصورة عن جد، كل الصور ما حدا عنده إياها. هاي الصورة كان يمكن صار لي ساعات. اها. هي صوروني اياها. شو بتذكر قال من هاللحظة؟ شو بذكر ايه؟ شو بتقول لك الصورة؟ لا ماشي بتطلع هيك بقول هيدا أنا، يعني أنا ما عندي غيرها، لأنه بس بصير بتطلع فيها هيدا أنا. أوقات بفكر هيك إنه بس يصير في عندي هيك أولاد رح يكونوا هيك، رح يخلقوا نفس الشيء أنا أكيد، بس يصير في عندي بيبي أو شغلة رح أطلع أقول بيشبه الصورة ولا لا، لأنه في أشخاص عن جد بيشبهوا بعض. بدي أقارن بيناتهم. هني أصلا الأولاد أول ما يخلقوا يعني ما بيبين شيء، بيكون في حرام بيكونوا تعبانين، والحمد لله بيبين أوقات مصوح وأوقات بيكون صغير هيك بتنتبهي له. صح. ليه بتفكر بهذا الموضوع هلا؟ لا لا على طول بفكر فيه، بس يكون في شخص مناسب وقت مناسب أكيد رح أعملها. يعني ما في لهلا. في نحن ما كثير بدنا نحكي حياة شخصية، عم نفكر فيها. عم تفكر فيها. بتحب الأولاد؟ كثير. هو محبة الأولاد يمكن أكثر شيء عند يمكن نحن كرجال شرقيين بنحب العائلة. الحمد لله. شكرا الله. مع إنه قليل، إذا بتشوف الستاتستيك بتلاقي كثير قليل الزواج يعني. إيه مظبوط. وخاصة بلبنان، بس ولكن أنا عندي محبة للعائلة، بحب كون أسرة، ما تكون كثير كبيرة بس ولكن تكون حلوة. وأكيد بحب البيبيات، بحب الأولاد. فادي، أنا بعرف إنه عمتك هي اللي ربتك. مظبوط. وعزيزة على قلبك كثير طبعاً، she's your angel. إيه مظبوط، ملكة. بنوجه لها أكبر تحية، الله يطول بعمرها يا رب. خلي لي إياكي. خلي كل الأمهات يا رب. يا رب. شو أكثر شيء بتحب تسمعه منك عمتك؟ عمتي بتحب على طول، هي حرام يعني ما كثير بتشوفني لايف انه عم بغني، بس بتشوفني على تي في على طول بتحضر. بتتابع كل شيء؟ بتتابع كل شيء على التي في. انا خليني ابعت لها بوصل. ميرسي. بتحب هي على طول فنان رهب علامة السوبر ستار، من اول ما بلشت غني وهي عندها
السوبر ستار رغب عليه بالدنيا رزو او كلنا بنحبه ايه وانا كمان كثير انا كمان كثير بحبه على طول بتقول لي بكل حفله غني لرغب عليه وانا بوجه له تحيه كمان صاحبي انا وياه كثير اصدقاء فعلى طول مره قلت له اياها على طول بتحب تسمع لرغب عليه باي مقابله ما رايت طب يلا هديها شي اغنيه لرغب عليه يلا يا ريت في خبيه وما خلي حدا يحاكيها بسيها دموع عيني قدم لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيها أنا بعطيها أنا بعطيها ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني قدم لقلبي بإيدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني قدم لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيها أنا بعطيها أنا بعطيها ميرسي سلامات ميرسي حبيبي فادي في صورة لفتتني أنت وصغير مع الله يرحمه الوالد قدي هالصورة عزيزة على قلبك وقدي شو بتتذكر من هديك المرحلة من حياتك بعتقد كل تأسيس شخصيتي كانت بهذه المرحلة يعني توفى بي كان عمري 17 سنة الله يرحمه وبهالمرحلة بتعرفي الشاب بعده ببداية نضوجه يعني حتى ما كان ناضج كتير بس لأنه توفى فكل كلمة يمكن قالها علقت عندي خلتني ابني شخصيتي وابني كاركتيري على هالأساس ما كان عندي حدا يوجهني ما كان عندي مثل ما بيقولوا الكبير هو عمتي وبالنسبة لشاب كتير صعب إنه مرة تأثر كتير على شاب صح. وعلى عقليته وعنده تفكير خاص صح. بده رجال أصعب بتكون أصعب كتير أي بس ولكن يمكن لأنه بيي كان على طول يشوف انه ينصحني وكان هو مريض فيمكن حاسس كان انه هو مريض فكان على طول عنده نصايح معينه يوجهني عليها فبعدها كثير بتاثر فيه لحد هلا وانا بضلني بتذكرها بضلني بقولها وحتى باوقات يمكن بحس حالي ما في انسان ما بيغلط بحس حالي اني غلطان او عم بغلط يعني برجع دغري هيك سبحان الله بتذكر شغله صغيره بتذكرني بترجعني شوي بتشدني بتخليني انه لا انت ابن كمال حرب انتبه ما تعمل هيك ما تعمل ما تغلط بهالطريقه فكانت كثير لها تاثير علي وفي لحظات حلوه وفي صور كثير قليله يمكن الصوره اللي عم تشوفوها هلا من الصور الكثير نادره وقليله اللي عندي اياها مع بينا ما كنا نصور كثير وهذا غلط بس صارت لو كان عايش هلا فادي قد ايه كان فخور فيك؟ على طول بسالها سؤال ما بتصدقي يعني بكل شغله بعملها بكل نجاح بعمله وقتها بحس حالي اني نجحت بمطرح معين طلع هيك لوحدي بصفهم بقول اقولك فخور فيي ان شاء الله عم بحاول اعمل كل شيء لحتى نضلنا بهالاطار يضلوا هيك يضلوا يمكن يحس انه ايه فخور فيك والحمد لله عملت شيء من لا شيء ف بتمنى هذا الشيء اللي بدنا نحكي فيه عملت شيء من لا شيء انا بعرف انه كل شيء بتعمله من انتاجك الخاص مزبوط بليز فسر لي كيف كل هالسنين قادر تضاين لانه بنعرف قد ايه الفن مكلف يعني بالنهايه واذا عمل انت دقيق يعني بتختار الكلام واللحن يكونوا على ذوقك هيدا الشيء كله بيتمنه ايه ايه يعني بتعرفي الانتاج بلبنان او بالدول العربيه اجمل انتاج مش بس ضعيف انتاج مختفي انا فيني اقول عنده اختفاء غياب كامل ظهور بس على الشاشات انه نحن شركات وبننتج بس ما في حدا منهم من وقت ما بلشت انا اغني من تخرج من 2002 قررت انه اعتمد على حالي على الله وعلى حالي والحمد لله بلشت بال 2005 تاخرت يمكن في ناس كثير بيعاتبوا انه ليه هالتاخير على طول بس وقتها بيعرفوا انه انتاج الخاص طبعا بكون بررت بيبطل كل شيء بيبطل يعني. ايه يعني عند السبب بيبطل عليك. العجب بقى مشان هيك لقيت انه خليني اشتغل والحمد لله عملت بال 2005 هم يومين انتجت على حسابي الخاص وصورتها
واشتغلت من بعد عملت حفلات ومن بعد طلع من هون حط بالالبوم بس لنضل مستمرين والحمد لله. يعني يمكن لو قررت انا انه اكون بس مطرب حفلات واعراس كنت فيني جمع مصاري وعم بشتغل لانه الحمد لله، بس لا الطموح ما لازم يوقف عند هون طبعا، وطموحي انه اعمل شيء اكثر واكثر ان شاء الله يا رب يا رب. فادي انا من اول ناس يمكن قدمتك صحيح بهما يومين ذاكر من فتره، فحب ارجع اتذكر هالاجواء. هيدي وجه الخير، وجه الخير، هذا وجه الخير، انت كمان وجه الخير علي. الله يخليك. لكن بنقول هما يومين يلا. اوكي هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا، لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا، قرب لي ما تسيبنيش كفاية شوقنا فينا، مش كفاية تبقى معايا وابقى يا حبيبي معاك. هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا، لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا، قرب لي وما تسيبنيش كفاية شوقنا فينا، مش كفاية تبقى معايا وابقى يا حبيبي معاك. من شيكسبير اند كو من منطقة دبي متابعين معكم هالجلسة الكتير ريلاكس مع فادي حرب، برحب فيك كمان مرة. شكرا. فادي شو بتتذكر من مرحلة استوديو الفن؟ شو أحلى ذكرى حملتها معك؟ وكيف كانت علاقتك مع سيمو أسمر؟ يعني استوديو الفن مرحلة كانت كتير أساسية بمشواري الفني، لأنه مثل ما بتعرفوا قبل استوديو الفن ما كان في شيء اسمه الفنان فادي حرب. بلشنا من استوديو الفن 2001 2002، ومع تخرجي تجربة رائعة، تجربة كتير قوية، لأنه قلت البروجرامات اللي هي لايف وصارت كتير مهمة. بوقتها ما كان في غيرها، كان استوديو الفن ما كان في غيره كبروجرام على الهواء مباشر، وكانت لجنة التحكيم هي بس كلها أساتذة، وهي بس اللي تختص بموضوع انتقاء الفنانين أو المواهب. فكانت تجربة كتير قاسية بنفس الوقت كتير حلوة، لأنه دخلتني على عالم جديد، عالم أنا بحبه غير العالم اللي أنا كنت فيه، وخلت لي أعطتني شوية طموح بأنه كفي بمسيرتي الفنية. مين اقترح عليك أنك تشارك بهذا البرنامج؟ مين دفشك إذا فينا نقول؟ يعني هي كانت الخبرية شوي بتضحك، يعني أنا كنت في شاب صديقي بعرفه كان يحب يغني كتير وصوته كتير حلو، كان يغني، رحت أنا وياه. ما تقلي هو من قبل وانت اللي انقبلت؟ هو انقبل، وصل للنص نهائي، انا كفيت. انا كنت محامي، يعني انا كنت بعد مخرج جديد محاماه. ايه بعد ما حكينا عن هيدا الموضوع عندي حشريه اعرف شو الجمع المحاماه مع الفن، هلا انت بتخبرني. بقى رحت انا وياه كتشجيع، وهونيك تعرفت على الاستاذ محمد السيد، الاستاذ سيمون اسمر. تعرفت عليهم، حكيت انا وياهم وهيك، وانا انه ما لي دعوه. بتعرفي انت الشخص اللي ما بيكون له دعوه بال بيعمل بي ار اكثر من ايه، بيكون انه ايه؟ ما كثير مهتم وما كثير معصب ولا خايفين يعني. ايه؟ قالوا لي ليه ما بتغني؟ قلت لهم انه ما بعرف غني كثير. قال بلا، مبين انه فيك، جرب. فجربت دغري انا قدام الميكرو هيك، الاستاذ سيمو حب، فمباشره قدمت طلبي بنفس اللحظه، وانا وصديقي صرنا عم نتمرن على الاغاني، وشوي شوي وصلنا للنص نهائي. هو كان من محافظة، أنا من محافظة تانية، هو ما ساعد الحظ، أنا كفيت للفينال. طب بعدكم أصدقاء؟ إيه، تحيتنا لك. أكيد.
غنيت بس للأستاذ وليد توفيق صحيح. وفي علاقة بتجمعكم، في صداقة أكيد صح؟ أكيد صداقة كثير بعتز فيها، كثير بفتخر فيها. الأستاذ وليد توفيق من الأشخاص اللي من استوديو الفن 2002 من وقت سلمني الميدالية وقال لي أخذت الميدالية فضية أنا، فوقت استلمت الميدالية الفضية قال لي ما تخلي هالميدالية أبدا ترجعك أو توقف لك من طموحك، بالعكس في كثير ناس أخذوا ميداليات فضية ووصلوا. بقى من وقتها أنا صاحبي أنا وياه، وعلى طول اتصالات وعلى طول بنجتمع مع بعض، وان شاء الله يكون كمان لنا تعاون مع بعض ان شاء الله يا رب. من حقيقي غنيت اكيد للاستاذ وليد، كل استوديو الفن كانت عم غني اغاني. اها بدنا نسمع بهية. يعني انا اخترت، ما بعرف ليش بهية، بس انه انا بحبها. هي بهية كمان مش بقى يعني الكل بحبوها، حتى الاستاذ وليد توفيق كانت وش خير عليه يعني. ان شاء الله يلا نغنيها نسمعها. اوكي. بهية وعيون بهية أصل الحكاية، عيون بهية بهية ويا بهية خبريني مالهم بيك الليمين، يا عيونك يا صبية بالحزن مليانين، يا بهية خبريني مالهم بيك الليمين، ده عيونك يا صبية بالحزن مليانين، كل مجاريح الهوى بيقولوا هي بهية، كل عشاق الهوى ظلمين بهية بهية وظلموا البنية يا عين، وكل الحكاية كل الرواية عيون الله. حلوة كتير. شكرا. بما انه ذكرنا العيون، شو اكتر شي بيلفتك عند العيون؟ العيون غير من الاخر. وذكرنا وليد توفيق وتحياتنا له. انا بعرف انه انت كتير عندك اصدقاء بمجال الفن. الحمد لله. مين هن اصدقائك فادي؟ يمكن كذب عليك اذا ما قلت لك كله. انا بعرف يعني. مظبوط. يعني يعني كونك كمان كتير بتغني بالليل وبكلوبس وهيك بتضلكم تلتقوا صحيح صحيح، يمكن هيدي شغله كمان مهمه، لانه وقت بكون فنان بس بيعمل حفلات وقاعد ببيته بكون بضيق، ما في مجال بضيق التعارف شوي، بينما انا لا يعني الحمد لله. يمكن انا كمان ما بقصر مع الفنانين، وقت بلاقي غنيه نزلت غنيه حلوه دغري بحكيهم، وهن كمان بنفس الوقت. واصدقائي الحمد لله كتار ومحبين، ما بحس انه في شخص منهم بفكر فيه بطريقه غلط او شغله، بالعكس كلياتهم بس احكيهم بلاقي اللهفه، بس نزل غنيه كمان بلاقي اللهفه، فالحمد لله الاصدقاء كثار بنضلنا نحكي مع بعض. جوزيف عطيه على طول انا وياه بنتحاكى، وايمن زبيب على طول بنتلاقى مع بعض. نشوف صوره هلا مع ايمن. هي الصوره انا وايمن، هي باستوديو الفن، هي الصوره انا وايمن والملحن والكاتب ميشيل ضو وعازف الكمان كمان. بوجه له تحيه كثير كبيره لانه عمل لي غنيه كثير حلوه وكثير خاصه كانت بالبومي مش بس بحبك. لانه هي غنيه السلو، البنت الوحيده السلو الرايقه. اوكي. انا بعدهم اولادي الاغاني. ايه بعد هيك ما هيك عم فكر انه ايه البنت الوحيده. ليه؟ ليه بنت؟ بما انه سلو رومانس لانه الرومانسيه لازم تكون بنت أكتر. ايه لانه الولد ضله شقي اكثر. مظبوط. مظبوط. فيها وجهه نظر. فيها وجهه نظر. بقى هي البنت الوحيدة اللي كانت رايقة، هيدي عروس الغنية اسمها خايف عليكي. فينا نسمعها؟ ايه يلا نقول شقفة صغيرة هيك كمان حلوة. وعلى فكرة هيدي من بعد مش بس بحبك نزلتها هلا على الإذاعات، والحمد لله لقيت رواج كثير حلو هلا بالفالنتاين. ما لقيت هلا بوقتها. ايه. خايف عليكي يلمس ايديك،
خايف لك اسبوع يغمض عينيك وبكلمة حلوة قلبك يلوي وبكلمة حلوة قلبك يلوي ويبقى أقرب مني ليكي خايف عليك خايف عليك أنا يلي بتمنى ولأنه شوفك شي دقيقة فستان الأبيض محلى عليك يا أغلى رفيقة ساعتها بريح حالي وبقدر شيلك من بالي ساعتها بريح حالي وبقدر شيلك من بالي وبعرف هو أقرب ليكي خايف عليكي. رائعة رائعة حلوة كتير فادي. ايه يعني قصة واقعية بتصير مع كل العالم وهذا الحب اللي بيقولوا عنه الحب الكبير هي ممكن يكون من طرف واحد وفي كتير تضحية. بحبيت الموضوع كتير وجه له شكل كتير كبير ميشيل ضو. أكيد فادي علاقتك مع الفنانين كتير منيحة، علاقتك مع الصحافة كيف؟ كمان كتير منيحة، أحسن وأحسن. والله؟ إيه أحسن أحسن لأنه الفنان بدون صحافة بدون جمهور يعني هن اثنين. الصحافة هي اللي بتودي للجمهور وتوصل للجمهور. فإذا ما كنت علاقتك مع الصحافة منيحة مباشرة بتتأثر علاقتك مع الجمهور. بس أنت ما بتقصد تكون علاقتك منيحة، يعني أنت بقلبك طيب وبعرف إنه الكل أنا بالعكس يعني هني بيحبوني حرام ما هيك بلاقي مساعدة منهم هني مباشرة بس يعني أصدقاء غنية. أكثر من إنه لا أنا ما بحب يكون في علاقة مصلحة. علاقة مصلحة بتبين يعني اللي وما بتدوم أصلا وخاصة مع 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 مع, مع, مع بالفن كل شيء بالفن لازم يكون صادق، أي شيء بتلعبي فيه دغري ببين واضح. إذا غنيتي غنية ما كنت حاسة فيها رح تبيني إنه مش أنت، إذا حكيتي كلمة مع شخص كل العالم صارت فهمانه وعارفه فدغري بتبين. الحمد لله لا الصحافة من أنا أول ما بلشت وهي دعمتني وبحس أوقات كثير هالمحبة يمكن لأنه بيساعدوني بحبوا إنه يعطوني من قلبهم اوقات من دون اي مقابل مجرد انه لا بدنا نساعدك بدنا ندعمك انت بتستاهل هيدي لوحدها بتولد عندي شوي حافز اكثر انه اعطي اكثر طبعا كيف؟ طبعا وبحبها واوقات بس يشوفوني في اشخاص كثير اصحاب صحفيين اعلاميين بشوفوني باوقات هيك مزعوج من الوضع مزعوج من انه محرقص يمكن باوقات بس اسمع انه ليه غبت بتحرقص اكيد بصيروا هن يخففوا عني شوي انه لا عمول لنساعد كيف ما كان نحن بنحاول نكون معك فلا الحمد لله وكلهم الهم علي عن جد كلهم الهم علي بدون اي استثناء كل الاعلام والصحافه الهم علي كثير فادي باي حالات بتعطي من كل قلبك انت وفرحان انت وبحاله حب انت وزعلان ما بعرف هي كل مرحلة إلى تعطي شيء إلى تأثير إلى تأثير مش مزح وخاصة يمكن مع اللي بغني بالسهرات كتير أو بغني بالمحلات بكون شوي كل فنان مودي عنده مود وأكتر شيء لأنه بكون صادق مع حاله صادق مع الأغاني اللي عم بغنيها بكون مثل ما بيقولوا شفاف فببين عليه أصعب شغلة بتواجهه للواحد أنه يكون مثلاً منرفز او معصب كثير بيطلع على العالم ايه بيطلع بيضحك بس ما تقول لي يمكن تعمل افورت اول ما تطلع بس بعدين خلص انه الجمهور لحاله بيساعدك بيني وبينك ما بعمل افورت اصلا حتى. اصلا ما بعمل افورت انا مجرد كون على المسرح ممكن نقي شويه اغاني هيك فيها حزن اوقات او فيها شغلات بكلماتها بينتبهوا علي العالم دغري انه عم نقي اغاني مش معودين كثير عليها مش فادي يعني مودو مش مدريق مش مدريق وبعدين بيمشي الحال لانه مجرد نكون على المسرح كلهم بيقولوا بيعرفوا انه قد ما عصب بس كون على المسرح خلص صرت انسان ثاني صرت شخص عم بطلع بالعالم مبسوطه انا مبسوط كل ما انا مبسوط انا اكون مبسوط اكيد شو بيطلبوا منك اكثر شيء انت كثير بتغني لغيرك اصلا بالسهرات بالليالي ايه شو اكثر شيء بيطلبوا منك وين بحبوا فادي اكثر بحبوا فادي بالاغاني المصريه بحبوا فادي بالاغاني اللبنانيه
كل شيء خلينا نقول وليد توفيق، رغب علامه، رامي عياش، هالفنانين الاغانيين ضاربه، بحبوا الاغاني القديمه حتى السفنتيز والايتيز بحبوها بنبسطوا فيها. بس شو حلو الفنانين يغنوا لبعضهم يعني، يمكن هلا عم تدرج عنا اكثر واكثر، بس قبل ما كان عنا اياها، ما بعرف ليه. ليكي الثقافه الفنيه تغيرت كمان. يعني يمكن التوسع الفني ووجود الاغاني، ان فيك تغري تاخديها، مش بس كانت قبل كاسات، هلا بالانترنت بتاخدي اي اغنيه بتساعد كثير، والعالم صارت تسمع اكثر كمان، وصار في كم كبير من الفنانين اسم الله يعني. كم كبير من الفنانين صار مش عم بلحقوا المستمعين يسمعوا على الاغاني اللي بتنزل يعني. مشان هيك اذا واحد نزل كل ست اشهر او سبع اشهر اغنيه كثير منيح، صح معبى الهوا كله، كثر خيره يعني. طيب فادي، بما انه بيحبوك بالمصري، انا حابه اسمعك بالمصري، فينا نقول هيك مقطع صغير بالمصري؟ شو ما كان مصري هلا حسب شو بده يختار غنيه نعرف له موده. لا بس رايق اليوم، ريلاكس معنا. لا انا على طول ريلاكس، وخاصه معكم بروجرام ريلاكس لازم. الحمد لله. بس على طول بيعرفوا عني مهايبر، مش بس ريلاكس. ولا انا بس يعني، انا شايفتك ريلاكس اكثر من على المسرح غير، على المسرح مهايبر طبعا. بلا ما تنسى انه على المسرح بالليل يعني بيقطع 12 ساعه، وانت اصلا اكل وحاكي وشايف عالم، فالمود كله بيكون غير. انا عم بحكيه وبفكر بالمصري. بدي اغني لك لإلك. بتمنى. يلا نيجالي قول. يا بنت السلطان حن على الغلبة، ده المية في ايديكي وفادي عطشان، على كوبري عباس ماشية وماشية الناس، ماشية تبص عليكي يا فروتة وانا ناس. اسقيني اسقيني اكتر، المية في ايديك سكر، اسقيني اسقيني اكتر، المية في ايديك سكر. هاي شو حلو، طلع لي غنية كمان، يعني بعرف انا بطريقة او باخرى اخد شيء من ضيف. اكيد. الحمد لله. فادي سافرت كتير. ولا زلت. ايه اسم الله عليك. وين الجالية اللبنانية استقبلتك بطريقة غير شكل، او شو بينطلب منك برا اكتر شيء يعني، شو بيحبوا يتذكروا يعني؟ وين انت حبيت اكتر شيء؟ اكتر شيء حبيت البرازيل، يعني هو كان اكبر مشوار، اصعب مشوار لإلي. 15 ساعة طيارة. في صورة شو قصتك انت والبرازيل؟ يعني مش جايب لنا صورة من السفرات غير البرازيل، صح؟ ايه حبيتها. حبيتها طبعا. بدنا نقول لكم اياها. لا هيدي كانت شوي مميزة، لأن كان في 2200 بنت. طب شوي مميزة، لا كثير مميزة السفرة يعني المفروض تكون. ايه كانت معمولة للجالية اللبنانية، بس كانت عملتها منظمة نسائية. لك قد ايه بيعملوها هيدي؟ هو كل سنة، يمكن هلا برمضان يمكن ارجع اطلع. او انت كمان شو مضيت كونترا معهم يعني؟ لا والله بس حبوني. لا ما بعرف، ان شاء الله. الحمد لله جود. هي حلو المشوار، متعب شوي، بس انه بس تشوفي هالعالم، وخاصة انه مش كلهم جالية عربية. يعني في برازيليات كتير كان، وعم بيسمعوا الاغاني وعم بيرقصوا عليها وكأنهم بيعرفوا اللهجة واللغة ابدا يعني. بتغني لهم سواح عم بيرقصوا، بنت السلطان عم بيرقصوا، لبناني عم يدبكوا، يعني في شغله غريبه انه بفوتوا بالجو اللبناني. بحبوا كل شيء عربي اصلا، وين ما كان بحبوا كل شيء عربي. ايه الحمد لله. بقى لا هيدي كانت هيك مثل علامه من بدايه العلامات الحلوه كانت بحياتي الفنيه، انه سافرت البرازيل وعملت اكثر من حفله بالبرازيل، هي كانت بساو باولو يعني. بس كانت مميزه لانه 2200 بنت. مينيموم لك بفهمك. بس فرقتي شباب والباقي بيكونوا هن كمان قالوا انه سفره مميزه مع فادي كانت اكيد. الحمد لله يعني. ان شاء الله. مشان هيك يمكن عم بتقولي مرتين، ان شاء الله يا رب. يلا ان شاء الله بتبقى بتخبرنا. ايه اكيد. وجيب لنا صور اكثر هالمره. على راس بريك صغير بنرجع بنتابع، كونوا معنا. حلقتنا متابعة من شيكسبير اند كو مع فادي حرب. فادي حكينا قبل شوي قبل البريك عن كونك دارس محاماه. مزبوط. وقلت لك بليز فهمني شو اللي ربط بين المحاماه والفن. يعني هو اي شيء بالدنيا بدك تكوني في محاميه بحياتك. لك هيك ما في شيء بتقدري تخلصي امورك تطلع منها للقصة، تخلصي امورك بايدك. ايه فما في احلى منها. اذا هي المحاماه عباره عن ثقافه اكثر من كمان انه تكون شابه،
ما في احلى منها انك تكوني كمان عندك ثقافه، طبعا ثقافه فنيه وثقافه مدنيه وكمان ثقافه عمليه أكيد. دراسيه ثقافيه. بقى بالنسبه لي كانت مرحله خلينا نقول المحاماه كانت اول شيء، لانه بيي الله يرحمه كان بده اطلع محامي، فعملتها والحمد لله. شغله ثانيه كانت لإلي بتساعدني كثير بالكونتريات، اوقات بتساعدني كثير بالحياه، وبنت لي شخصيتي كمان، اثرت كثير على شخصيتي. طب لو ما وصلت على استوديو الفن وصرت فنان وقاعد امامي هلا، كنت بتشتغل بالمحاماه؟ ما بعرف، انا شوي تجاري اكثر، يعني انا شوي كنت بالوقت اللي كنت عم بدرس فيه محاماه كنت عم بشتغل بشركه سيلز مانجر كمان بنفس الوقت، فكنت شوي تجاريا شدتني اكثر. برج الجدي ملحق على كل شيء، سبحان الله، مش معقول. ايه انت كمان برج الجدي؟ طبعا. شن... اكيد لا، وخلقانين زيت النهار انا وفادي. ايه اثنيناتنا خلقانين بواحد واحد، مختلف السنه، فرق بيني وبينها شي 20 30 سنه، انا صح. اكبر بس انه بقى ايه برج الجدي بيتحمل. مظبوط. لا بس حلو، اطيب شخصيه، اطيب قلب. هلا اذا بنحكي بصيروا ولا عم نحكي عن حالنا، بس خلينا ما نحكي. لا بس هن بيقولوا عنا هيك. والله خلونا هن يقولوا. طيب اوكي. دارس كمان موسيقى فادي؟ كونسيرفاتوار. يعني مثل ما ذكرت قبل شوي ثقافتك هون وهونيك. مزبوط. بس كمان عايده شلهوب هي اللي ساعدتني اكثر كل شيء كان. استاذه عايده شلهوب كانت هي الاساس. وشو هي الالات اللي بتعزف عليها؟ كنت اعزف اكثر عود، هلا ما عاد عم بتمرن كثير على عود. مش حرام؟ بلا، هو بيني وبينك هذا تقصير. بس بشخص عم بلحق على كل شيء، يعني انا البي ار، انا المانجر، مطرب، بده يحفظ، سافر، كتر خيرك، ظبط كل شيء، ان شاء الله منيح وبعدنا واقفين. كتر خيرك. طب انت كثير اكتف على تويتر وفيسبوك، وانت شخصيا بترد على كل الفانز. اي مزبوط. كنت بدي اقول معجبات، بس لا في معجبين. مزبوط، لا في كثير. الحمد لله، يعني انا على طول تويتر وفيسبوك. هلا عملنا شغله، كان في عندي اكثر من فيسبوك فيك مزيف. اوه ما في اكثر منهم. انت عندك؟ انا وعندي. كيف انت؟ بحاولنا انه نسكرهم، وهلا صار في عندنا الاوفيشال اللي هو facebook.com/fadi.official، هذا اللي على طول انا عليه مباشره. حتى في ناس ما عم بيصدقوا انه عم بنقلهم من صفحات ثانيه انا كنت عليها كبيرسونال، عم بقول لهم تعوا على الاوفيشال، عم بيرجعوا بيسالوني انت هون، برد عليهم بمطرح ثاني انه انا هون على الاوفيشال فادي دوت اوفيشال. ايه وتويتر، ايه تويتر سينجر فادي حرب. شو اكثر شيء بيسالوك فادي؟ شو عندهم حشريه يعرفوا؟ بكل شيء. عندهم حشية كثير بكل شيء، أنا بتقبلهم بكل طيبة خاطر بالعكس يعني. بس مثلا في ناس المعجبات أكثر شيء بيسألوا، مثلا إذا بتصور مع حدا بيبعثوا لي تاج. أيه. بيسألوني إنه مين هاي؟ أوكي، يعني بالسهرات يعني. بتكون بالسهرة. أيه. إنه مين هاي؟ بدهم بس ريليتد، بدهم شيء يوصلني بحدا بس ليعرفوا إنه في شيء قصة. أيه. في شيء شغلة. أيه. بيسألونا أكثر شيء مثلا أنت بدنا ننزل شيء جديد؟ أنت في كليب جديد؟ اوقات انا بسالهم، يعني بس انا بدي اصور اي كليب بسال اي غنيه برايكم بدكم تصوروها؟ وهيك عملت بمش بس بحبك، بقلبه مش بس بحبك بس نزلت دغري، طلبت منهم قلت لهم بدكم لبناني ولا مصري صور اول شيء، لانه البوم 8 اغاني مصري وغنيتين لبناني، 3 اغاني لبناني. قالوا لا لبناني، طلعت الاكثر لبناني. صرت اطلب منهم اي غنيه بدكم، عندي هول 3 لبناني شو بتنقوا؟ كمان صرت اسمع كثير من بسمع كثير من خاصه الفانز، لانه بحبوا الشخص، بحبوه، بحبوا اغانيه، وحلو رسالتهم. مقابل بالنهايه. ايه ايه اكزاكتلي. يعني وحلو انه يسمعوا منك، حلو انك تسمعي منهم. ايه بينبسطوا هن كمان وانا بنبسط فيهم. اكيد. طيب شو بدنا نهدي كليب لكل هالفانس اللي عم بتابعونا هلا؟ مش بس بحبك. مش بس بحبك. نهدي مش بس بحبك. كلمات نزار فرانسيس، الحان سمير سفير، توزيع كريم عبد الوهاب. احترامي الكبير والشديد لكل اللي ذكرتهم، لانه عن جد لحد هلا استاذ سمير داعم الاول لإلي. نحن بنحييه كمان وبنحضر لك كليب سوا. اكيد. الدنيا معقول انسى هواك، انا
الروح على ناره. انت حبيب انت اللي بحبه والقلب اختاره. هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا. لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا. قرب ليا وما تسيبنيش كفاية شوقنا فينا. مش كفاية تبقى معاي وابقى يا حبيبي معاك. هما يومين وتعالى. فادي بس تتابع حالك بالمقابلات بتنتقد حالك بعض الأوقات؟ ايه بشو؟ بقعدتي. لا بس بنتقد حالي يمكن باوقات، اوقات بطلع كثير جدي. اوقات بطلع كثير مرح لزياده على حسب مين. يعني معك انت انا مرتاح والبروجرام ريلاكس مثل ما قلتي، معك لا انا مرتاح، هيدا انا. ايه مثل ما انا ببتسم بضحك. في ناس بيقولوا لي ليش طالع كثير جائر يعني وعابس وعاطي وهره للعالم انه منك انت. ايه في شيء بكون انا ملبك بكون مش مرتاح كثير، بس بكون مرتاح تاني مثل ما هلا هيك هي هيدي معكم كلكم بكون مبسوط. بنتقد ايه بنتقد قعدتي اكثر شيء، كيف بكون قاعد بكون اوقات مش منتبه. ايه وعلى المسرح؟ على المسرح انا بضلني بنتبه شوي، اوقات ما في حدا ما بينتبه، يعني بينتبه الواحد لصوته وعم بغني ويسمع حاله منيح، بنفس الوقت بده ينتبه كيف عم يتحرك على المسرح، وخاصة انه انا من نوع بتحرك ماني واقف جامد، يعني ما حدا بيشوفني انا واقف هيك بس كنترول. بس بتشرد اوقات فادي؟ بتشرد اوقات؟ بشرد؟ بتنسى اشياء؟ بنسى اي. خطيرة، عم بتعرفي عني شغلات عم تكشفيها للعالم. ايه يعني ما كل اللي بيحبوك اللي عم بيتابعوا الحلقة هول اللي بيحبوا يعرفون عنك. لا هن في ناس اوقات كثير بتنتبه بس انه بخدها بضحكة. ايه اوقات بيكون الشباب معي داني سعد اكثر شيء بوجه له تحيه، بكون مثلا عم نبلش بغنيه وانا بكون ملتهي مثلا مع عالم عم تصور او كذا، بلشوا بالغنيه بصير انا انه بصير طلع نحن وين كنا، بقول له وين كنا، بصير طلع شو وين كنا، ما نحن مجهزين كل البروجرام شو بدنا نغني، بيقول لي ايه اوكي يلا بنفوت. اوقات ياما على المسرح بقول لهم يا جماعه نسيتوني رح نبلش بنفوت بغير غنيه. ايه عادي بس بيتقبلوني بكل طبعا رحابة صدر. طبعا خلي لي اياهم. خلي لك اياهم. فادي حكينا قبل شوي انه انت كثير صاحبه مع الفنانين وذكرت لنا اسامي وكل شيء. شو في غنيه هلا بالاسواق لغيرك حبيتها وحفظتها وعلقت عندك وسمعنا اياها؟ حبيتها. في كثير اغاني هلا نازله على السوق حلوه، نزلت غنيه رامي السلو كثير حلوه، نزلت غنيه جوزيف عطيه كثير حلوه، نزلت اغنيه ناجي قسطا، ناجي قسطا صديقي وحبيبي كمان، اخر غنيه اتعمل فيها مع سليم عساف كانت كثير كان كلماته والحانه. ايه كلماته وجه له تحيه لسليم. غنيته حلوه فيها هيك فيها دبوس. فيها دبوس. مش معقول بس العالم تعلق على شيء يمكن مش كثير بيقطع بالاغاني وهيك تضرب الغنيه سبحان الله. طب يلا سمعنا الدبوس. يلا مش طبيعي. ايه ومطرح ما بتدعس شو بخاف شكك دبوس مروص واللي بيصيبك بالعين ان شاء الله بعينه يتقوص. لو تعرف شو بحبك اوعى تفارقني بربك وحتى ما اشتاق لك يوم الله ياخدني قبلك. لو تعرف شو بحبك اوعى تفارقني بربك وحتى ما اشتاق لك يوم الله ياخدني قبلك. الله حلوه كثير. ايه كثير كثير مهضومه وكلماتها حلوين ولحنها هيك سلسه حسها قريبه منك ان بدك او ما بدك حاسس انت بهيدا الشعور. صحيح صحيح.
تحياتنا لك ناجي. الف مبروك. ايه عن جد فادي، بعيدا عن اجواء العمل، اذا كان عندك وقت لك كيف بتقضي ايامك؟ بالبيت. بيتوتة؟ ايه انا بيتوتة شوي، يعني بين انه اكون خلص سفر و بتعرفي اوقات كثير بعدهم، يعني كل العالم بحبوا انه يحكوني الي مباشره، حتى لو كان عندي اسيستنت وهيك وكذا، بحبوا يحكوا معي دغري. بقى قبل ما تردي على التليفونات وتكون تخلصي، والحمد لله هلا صار في عندي مجموعه اكيب معي يعني عم بيساعدني. بقى ما في وقت، يعني بدي رياحه، سفر بتعب، وكمان انت بتسافر كثير هالفتره، كثير عم تسافر. اي يعني بين سفر، بين انك تسمعي اغاني جديده هلا، بين تحضيرات، بين حفلات، بتعملي اغاني جديده كمان، اسم الله مش عم لحق لهم يعني كمان. الحمد لله. معلش. ايه لا مش خير، احسن ما تقعدوا ما يكون عندك شيء تعمله؟ ما هو على طول بيقولوا لي انه مثلا ليه تعبان؟ بقول لهم هيدا علامه الشغل مش علامه شيء ثاني ابدا. الحمد لله. اشكر الله. لا الحمد لله، سفر بعدنا دبي نسافر على طول باستمرار كل اسبوع، قطر كمان عم نسافر، غير السفرات هلا اللي عندي اياها مش جديد. المشاريع القريبه المستقبليه القريبه هلا عندي الكويت، عندي الكويت سفره على الكويت حفله، وعندي لندن كمان حفله، وعندي عرس وحفله بلندن بنفس الوقت، وعندي من بعدها الصيفيه الماضيه عملت موناكو، هلا رح ارجع على موناكو كمان نعمل حفله. هودي هلا مبينين قدامنا. بدك حدا يقدم لك السهره الحفله؟ انا جاهز، انت طلعي انا بكون انا جاهز قبلك. يلا ايدي بايدي. اذا فيها لندن وموناكو يعني. ايه لا الحمد لله، برمضان عندي برازيل كمان، مشوار برازيل مش قليل. ايه يلا انا ما بقول لا، يعني انا بتمنى هيدي من هلا على الهواء، هلا تحت الهواء بنظبط بنرتب كل شيء. فادي اذا بدنا نحكي اغاني جديده، البوم وتحضير، شو عنا قريبا؟ اغاني جديده هلا، لانه كمان بين لبنان وبين دبي، فشوي صرت عم بسمع خليجي، بسمع عراقي، عم بسمع خليجي، وان شاء الله يعني صرت سامع هلا كذا شغله، سمعت اغنيتين. يبقى انك تختار. نبقى انه نختار ولبناني كمان اكيد، يعني هذا انا ما ننزل لبناني، ما في مهرب منه، ما في مهرب منه، هيدي حبيبه قلبي الغنيه اللبنانيه، مع انه غنيت مصري بس عم برجع كله لبناني يعني هلا بهذا الوقت. فممكن اعمل اغنيه لبنانيه ومن بعدها دغري تكون خليجيه او عراقيه. أوكي. او العكس، لشوف بعد اي اللي بتجهز قبل بتلاقيها انسب لإلي. رح مثل ما الله بيريد، مثل ما الله بيريد. قد ايه كنت ريلاكس بهالحلقه؟ كثير، يعني بوجودكم كلكم، وجود تخيل كمان للمخرجه اكيد، تخيل لك اكيد كثير، وكل الستاف كان بعقد. ثانك يو. انت بتعقد المحل حلو ريلاكس عن جد، المحل روعه. انا هون بدي اشكر شكسبير اند كو لاستضافتهم لالنا، لاستضافتهم الرائعه عن جد. ثانك يو لالهم، ثانك يو لك فادي، ثانك يو لداني يلي رفقنا كمان. بدي اتمنى لك كل الخير، كل التوفيق. مرسي. على امل نرجع نلتقى قريبا ونسمع كل شيء جديد عندك، ان شاء الله اكيد بيكون معك، ونعطيك اكبر كوش يا رب. نحن معك. مرسي. وعن جد انا بيسعدني كثير انه ضلني متواجد عبر هالمحطه الكريمه، اوربت بتعقد عن جد، من اكثر الاشخاص اللي بيدعموني والتلفزيون بيدعموني فيها، تحيه لكل العاملين باوربت. يا هلا فيك. مرسي. فادي. بدنا نختم باغنيه خليجيه، ما زال ذكرنا. يلا بنغني اغنيه خليجيه. شو بدنا نهديهم للمشاهدين ونودعهم مع هالاغنيه؟ أيه. انا بقول لكم باي، والاسبوع القادم حلقه جديده ان الله رد. يا لا 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 يا لا 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 غرق الغرقان اكثر، يا لا 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 يا لا 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 غرق الغرقان اكثر. قولي وجبك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيبي، ولا ناوي يا حبيبي تغرق الغرقان اكثر، تغرق الغرقان اكثر. قول اني ما اهمك يا برودة والله دمك، كنت في عيني اضمك وتغزل فيك واسهر. قول اني ما اهمك يا برودة والله دمك،
كنت في عيني اضمك واتغزلك واسهر لا 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 غرق الغرقان